السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يير فور، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. شوفوا دايما الفيديو اللي انا ببعتها، وابعتولي اجاباتكم على الواجب اللي بينزل على سكول افري وير، واي اسئلة عندكم ابعتوها لي لو في اي مشكلة. النهاردة بإذن الله هنراجع درس الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ ب برافو، ده فعل. زي الجملة الاسمية، هي الجملة التي تبدأ ب اسم، برافو عليكم. ورجعنا ان اركان الجملة الاسمية ايه لو تفتكروا؟ ها، مبتدأ، وده اللي بدأنا بيه الجملة. وايه اللي بيكمل معنى المبتدأ؟ هو الخبر، برافو عليكم. النهاردة بإذن الله هناخد الجملة الفعلية، وهي الجملة التي تبدأ بإيه؟ بفعل. تعالوا الأول نشوف الفعل. الفعل ليه ثلاث أقسام: فعل ماضي، وفعل مضارع، وفعل أمر. تمام. الفعل الماضي هو فعل حدث وانتهى في الماضي. تمام. الفعل المضارع فعل يحدث وما زال مستمرا. والفعل الأمر هو فعل ننتظر حدوثه، يعني لسه ما حصلش، احنا مستنيين ان هو يحصل. زي ايه؟ مثال لفعل ماضي ومضارع وأمر: كتب، يكتب، اكتب. وقف، يقف، قف. تمام. مر، يمر، مر. تمام. دي أمثلة. ماضي يعني حاجة حصلت وخلصت. تمام. زرع، هو زرع خلاص. يزرع، هو لسه بيزرع دلوقتي. ازرع يعني لسه الزراعة ما حصلتش وانا عايزه يزرع، او عايز لسه الفعل ان هو يحصل، فمنتظر لسه حدوث الايه؟ الفعل. يبقى الماضي حدث وانتهى، المضارع ما زال يحدث، والامر لم يحدث بعد ولكننا ننتظر ان ايه؟ ان يحدث. منع، امنع، امنع. استيقظ، يستيقظ، استيقظ. اكتشف، تكتشف، اكتشف. زار، نزور، زر. تمام. زر يعني بيطلب من حد ان هو لسه ايه؟ يزور حد. تمام. طيب، يبقى ده انواع الفعل: ماضي، مضارع، ايه، امر. تعالوا بقى للجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بإيه؟ بفعل. زي إيه؟ يسقي النهر الزرع. يسقي النهر الزرع. تحرص الفتاة على مذاكرتها. وقف الجميع لتحية العلم. لو لاحظنا الكلمات اللي باللون الأحمر دي بداية الجملة، هنلاقي ان كلها ايه؟ افعال. يسقي فعل مضارع، تحرص فعل مضارع، وقف فعل ماضي، وقف خلاص. طيب، الجملة طالما بدأت بفعل سواء ماضي او فعل مضارع او فعل امر، على طول تبقى جملة ايه؟ فعلية. طيب يا ميس، جملة بدأت بفعل، جملة فعلية، ايه هي اركان الجملة الفعلية؟ الفعل اللي احنا بدأنا بيه. كل فعل في الدنيا لازم يكون فيه فاعل عمل الفعل ده. يبقى اللي عمل الفعل بقى اسمه ايه؟ فاعل. طيب، الفاعل ده عمل ايه بقى؟ بسميه مفعول به. تعالوا كده نقيس على اول مثال: يسقي النهر الزرع. يسقي هي الفاعل. مين اللي بيسقي؟ الفاعل. يبقى مين اللي عمل الفعل ده؟ النهر. النهر هو اللي بيسقي، يبقى النهر هو الايه؟ الفاعل. الفاعل اللي عمل الفعل ده. طيب، النهر بيسقي ايه؟ بيسقي الزرع. تمام. يبقى هيجي عند الفعل واسال مين اللي عمل الفعل. اللي هيجاوبني على مين يبقى هو ده الفاعل. طيب، بسال عمل ايه؟ اللي هيجاوبني على ايه تبقى هي دي المفعول ايه بيه. طيب يا ميس، هو كل جملة لازم يكون فيها مفعول به؟ كل جملة فعلية لازم يكون فيها مفعول به؟ لا، مش لازم، بس لازم يكون فيها فعل وإيه؟ وفاعل. يبقى لازم يكون الفعل والفاعل موجودين في الجملة الفعلية،
وممكن نلاقي مفعول به في الجملة، وممكن ايه ما نلاقيش. زي ايه ممكن ما يبقاش فيه مفعول به؟ بص الجملة التانية، تحرص ده الفعل، مين اللي بتحرص؟ الفتاة، يبقى الفتاة هي الايه؟ الفاعل. طيب تحرص الفتاة ايه؟ مفيش. طيب يبقى كده ما عنديش ايه مفعول به. امال ايه على مذاكرتها؟ على حرف جر، وبعد حرف الجر بيجي ايه؟ برافو عليكم، اسم مجرور بالكسرة، اوعى تنسوها. يبقى حرف الجر بيجي بعده اسم مجرور بالكسرة. يعني كده الجملة التانية كمان مفيش فيها مفعول ايه به، بس لازم يكون فيها الفعل والفاعل. تحرص هي الفعل، فعل ايه؟ فعل مضارع. مين اللي بتحرص؟ الفتاة. تحرص ايه؟ مفيش حاجة، يبقى مفيش مفعول به. تعالوا كده الجملة الثالثة، وقف، وقف ده فعل ماضي، يبقى ده الفعل. مين اللي وقف؟ الجميع. تمام، يبقى فين الفاعل؟ الجميع. طيب وقف الجميع ايه؟ مفيش. تمام، طيب امال ايه لتحية العلم؟ هقول لك اللام حرف جر، وتحية اسم مجرور. تمام، يلا بينا نشوف التمرين ده. حدد نوع الجمل التالية وأركانها، هيديني جمل وأنا أقول دي اسمية ولا فعلية، وكل جملة أقول الأركان بتاعتها. اوعوا تنسوا إن أركان الجملة الاسمية هي مبتدأ وخبر، لكن أركان الجملة الفعلية فاعل وفاعل ومفعول به. التلاتة من نفس الكلمة، فعلية فعل فاعل مفعول به، التلاتة شبه بعضها. تمام، لكن الجملة الاسمية بدور فيها على مبتدأ وإيه وخبر. تعالوا كده نشوف، يزرع الفلاح المحصول، يزرع اسم ولا فعل؟ برافو فعل. طب فعل إيه؟ ها فعل مضارع، ممتازين. يبقى دي جملة فعلية، برافو عليكم. يزرع الفلاح المحصول. طيب تعالوا نحدد أركان الجملة الفعلية. طالما جملة فعلية يبقى أنا هدور على ها فعل وفاعل ومفعول به، برافو عليكم. يلا بينا، يزرع هي الفعل. طيب مين اللي بيزرع؟ الفلاح. إذن الفلاح هي الفاعل، برافو عليكم. طيب يزرع الفلاح إيه؟ المحصول. يبقى هنا المحصول ها مفعول به. يبقى احنا كده حددنا الجملة نوعها فعلية، وحددنا كل الأركان بتاعتها الفعل والفاعل والمفعول به. يلا بينا الجملة التانية، كتبت هند واجباتها، كتبت هند واجباتها. كتبت اسم ولا فعل؟ ها كتبت، خلاص يبقى فعل، فعل ماضي. يبقى دي جملة ايه؟ برافو عليكم، جملة فعلية. يلا نحدد الفعل والفاعل والمفعول به. كتبت ها ده الفعل، مين اللي كتبت؟ هند، يبقى فين الفاعل؟ هند، برافو عليكم، هند هي اللي عملت الفعل ده، فهي الفاعل اللي فعل الفعل بتاعي. تمام، كتبت ايه؟ واجباتها، يبقى واجباتها هنا ايه؟ ها مفعول به، برافو عليكم. تعالوا نشوف الجملة دي، الطبيب مخلص في علاج المرضى، الطبيب مخلص في علاج المرضى. الطبيب كلمة أولها ألف ولام، تبقى اسم ولا فعل؟ ها اسم، يبقى دي جملة ايه؟ اسمية، برافو عليكم. طيب الجملة الاسمية أركانها بتكون ايه؟ فعل وفاعل برضو؟ لا طبعا. أمال ايه أركان الجملة الاسمية؟ ها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. يلا بينا، الطبيب هو الاسم اللي بدأنا بيه، فسهلة جدا ان الطبيب هي الايه؟ المبتدأ، برافو عليكم. طيب نفضل نسأل الطبيب ماله، الكلمة اللي هتجاوبني على ماله يبقى هي الخبر. تمام، الطبيب ماله مخلص، يبقى كلمة مخلص هي الايه؟ الخبر. يبقى الطبيب مبتدأ، مخلص خبر. امال ايه في علاج؟ في حرف جر وعلاج ايه؟ اسم مجرور بالكسرة، برافو عليكم. تهتم الدولة بالتعليم والإصلاح. يلا بينا هنشوف أول كلمة في الجملة، تهتم،
اسم ولا فاعل؟ ها، تهتم، تهتم دلوقتي، يبقى ده فعل مضارع، يبقى دي جملة فعلية. برافو عليكم. تعالوا نشوف مكونات الجملة الفعلية أو أركانها. هندور في أركان الجملة الفعلية إيه؟ المبتدأ والخبر؟ لا طبعا، أمال إيه أركان الجملة الفعلية؟ ممتازين، فعل وفاعل ومفعول به. يلا بينا. تهتم فعل مضارع، يبقى ده أول ركن. مين اللي بتهتم؟ ها، الدولة، يبقى الدولة هي الإيه؟ الفاعل. برافو عليكم. طيب تهتم الدولة إيه؟ ها، ليها تكملة؟ لا ملهاش. تهتم الدولة إيه؟ مفيش، يبقى مفيش مفعول به، يبقى الفعل والفاعل بس هما اللي موجودين. تهتم الفعل، الدولة فاعل. طيب أمال إيه يا ميس بالتعليم دي؟ الباء حرف جر، والتعليم اسم مجرور بالإيه؟ بالكسرة، فأوعوا تتلخبطوا في الجار والمجرور. تمام، أهم حاجة تحدد الفعل والفاعل، لو في مفعول به ماشي، مفيش خلاص، مش لازم كل جملة يكون فيها مفعول به. تمام. سيارتنا الجديدة رائعة، يلا بينا. كلمة سيارة دي اسم ولا فاعل؟ ها، سيارة، آخرها تاء مربوطة، المفروض لو شلنا الضمير هتبقى سيارة. طيب سيارة دي آخرها ايه؟ تاء مربوطة، اسم ولا فعل؟ اسم، سيارة اسم، يبقى دي جملة اسمية. برافو عليكم. الجملة الاسمية ايه أركانها؟ مبتدأ وايه؟ وخبر. المبتدأ هي أول كلمة لأنها اسم بدأنا بيه الجملة. تمام، يبقى كلمة سيارتنا ده المبتدأ. طيب تعالوا بقى ندور على الخبر بتاعها، هنفضل نسأل مالها لحد ما ايه، ما نشوف ايه الكلمة اللي هتتمم معنى المبتدأ ده. سيارتنا مالها الجديدة، مالها رائعة. فين الخبر؟ برافو عليكم، رائعة هي الايه؟ الخبر. سيارتنا مبتدأ، رائعة هي الخبر. ليه مش الجديدة؟ لأن رائعة هي اللي تممت معنى الجملة وادتني معنى جديد، مش كلمة الجديدة. تمام. طيب لما هنيجي بقى نعرب المبتدأ والخبر، يعني دي سيارتنا دي هنعربها ايه؟ هنعربها مبتدأ. مبتدأ بقى كان ماله، مين يفتكر؟ ها، مبتدأ مرفوع بالضمة. برافو عليكم. ويعني ايه اتفقنا مرفوع بالضمة؟ يعني بنحط على الحرف الأخير في الكلمة ضمة، سيارته، يبقى التاء المربوطة في الكلمة دي أو التاء المفتوحة هنحط عليها ايه؟ ضمة، سيارتنا. ليه حطينا الضمة؟ لأن ده مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب وكلمة رائعة هنعربها ازاي؟ ها، خبر مرفوع بالضمة. تمام. طيب هنحط الضمة فين على كلمة رائعة؟ على التاء المربوطة. برافو عليكم. طيب احنا كده فاكرين طبعا اعراب المبتدأ والخبر، ان المبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مرفوع بالضمة. يلا بينا نشوف اعراب اركان الجملة الفعلية، هنعرب الفعل ازاي والفعل والمفعول به. اول حاجة الفعل، الفعل بعربه ازاي يا ميس؟ هقول لك، بنكتب نوع الفعل بس، يعني اما بيحط لك خط تحت فعل يقول لك اعرب الفعل ده، بقول له فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل امر، بس كده. مثلا كتبت هند الدرس، كتبت هعربها ايه؟ كتبت، كتبت خلاص، يبقى كتبت فعل ماضي. انا كده اعربت الايه؟ الفعل. طيب الفاعل، الفاعل زي المبتدأ والخبر بيكون مرفوع بالضم، يعني بنحط على الحرف الأخير في الفاعل ايه؟ ضمة، يبقى الفاعل دايما مرفوع بالضمة. يبقى ما اقول كتبت هند الواجب، يبقى هقول هندا ولا هندو؟ ها، هندو. ليه؟ لأن هند فاعل مرفوع بالضمة، عشان كده هحط على الحرف الأخير فيها ايه؟ ضمة. طيب المفعول به، مفعول به منصوب بالفتح، ده بيكون منصوب بالفتحة، يعني بنحط عليه ايه؟ فتحة. يعني كتبت هندو الواجب ولا الواجبة؟ ها، الواجبة. ليه حطينا فتحة على آخر حرف في الواجب؟ لأن الواجب مفعول به.
تمام، والمفعول به بيكون منصوب بالفتحة. تمام، تعالوا كده نحدد أركان الجملة دي ونعربها عشان الموضوع يبقى أوضح. تستخرج مصر البترول من باطن الأرض. تستخرج هعربها ازاي؟ هقول فعل مضارع. طيب مين اللي بتستخرج؟ عشان ندور على الفاعل في الجملة، مين اللي بتستخرج؟ مصر. يبقى مصر هعربها ايه؟ فاعل مرفوع بالضمة. هكتب كلمة مصر جنبها نقطتين فوق بعض، والإعراب بتاعها مش احنا اتفقنا ان هي فاعل اهي، يبقى اكتب فاعل. بعد كده الفعل بيكون ماله؟ مرفوع بالضمة. نحفظها، الفعل بيكون ماله؟ مرفوع بالضمة. طيب المفعول به بيكون ماله؟ منصوب بالفتح. تعالوا ندور على المفعول به، مين اللي بتستخرج؟ مصر. يبقى مصر هي الفاعل. تستخرج ايه؟ البترول. يبقى البترول هي الايه؟ المفعول به. يبقى هكتب كده البترول وبعدها نقطتين فوق بعض، وبعدها هكتب مفعول به، والمفعول به بيكون ماله؟ منصوب بالفتح. احفظها، مفعول به منصوب بالفتح. تمام، يلا بينا نشوف التدريب ده عشان نشوف ازاي لما بيكون في فقرة قدامنا ازاي بنستخرج منها الجملة الفعلية وبنعربها بطريقة صح. يلا. تشرق الشمس، يصحى التلميذ مبكرا، ركب الحافلة إلى المدرسة، فيسمع شروح دروسه ليتعلم وينهض ببلاده مصر. تمام، طيب أما بيحطني خط تحت الكلمات وعايزني أعربها، قبل ما أعربها لازم أرجع لبداية الإيه؟ الجملة بتاعت الكلمة دي. تمام، واتفقنا إن بداية الجملة يعني الفقرة دي عبارة عن كذا جملة مع بعض، عشان ما نتوهش لازم نقسم كل بدايات الجمل. تمام، من أول أي فعل ببدأ جملة فعلية جديدة، من أول الفقرة ببدأ جملة جديدة، من بعد الفصلة ببدأ جملة جديدة. يعني شايفين الفصلات دي اللي في القطعة بتفصل بين الجمل وبعضها. تمام، يبقى أنا لازم أقسم الفقرة بتاعتي لجمل صغيرة عشان أقدر أتعامل معاهم بطريقة صح. أشوف بقى بعد كده الجمل اللي أنا قسمتها دي اسمية ولا فعلية. طيب أركانها فين؟ يعني لو هي اسمية يبقى أركانها مبتدأ وخبر، أبدأ أحدد المبتدأ فين والخبر فين. طيب لو هي فعلية هبدأ أحدد الأركان بتاعتها، فين الفعل؟ فاعل مفعول به، عشان أعرف أعربهم صح. تمام، يبقى أول حاجة أقسم الفقرة الجمل، أحدد الجمل دي اسمية ولا فعلية، بعدين أحدد أركان كل جملة. لو هي اسمية أحدد المبتدأ والخبر، لو هي فعلية هحدد الفعل والفاعل والمفعول به. ومنساش إن بعد حرف الجر بيجي اسم مجرور بالكسرة، ومنساش إن خدنا كمان ظرف الزمان وظرف المكان اللي بيكونوا منصوبين بالفتح. ده كل حاجة عن الإعراب في اللي احنا درسناه. تعالوا بينا كده نشوف ازاي هنعرب الجمل الفعلية دي. اول حاجة حطيت لي خط تحت كلمة الشمس. الشمس، تعالوا نرجع لبداية جملة الشمس، فين بداية جملتها؟ تشرق. تشرق اسم ولا فعل؟ ها، برافو، فعل. طيب تعالوا نحدد اركان الجملة الفعلية، يبقى دي جملة فعلية، تعالوا نحدد اركانها، فين الفعل؟ ها، برافو، تشرق. مين اللي بتشرق؟ الشمس. يبقى الشمس هي ايه؟ فاعل. وما اجي اعرب الشمس هحط الشمس نقطتين فوق بعض واكتب فاعل مرفوع بالايه؟ بالضمة. انا كده اعربت اول كلمة بشكل صح. تعالوا بينا الكلمة التانية، ركب الحافلة الى المدرسة. دي سهلة جدا جدا، ليه؟ لان احنا ولا محتاجين نرجع لبداية الجملة ولا محتاجين نشوف الجملة اسمية ولا فعلية. طب ليه يا ميس مش هنعمل كده؟ عشان قبلها حرف جر، برافو عليكم. فعلى طول هعرب المدرسة اسم مجرور بالكسرة، تمام، لان قبلها ايه؟ حرف جر، فدي سهلة جدا. الكلمة التالتة، فيسمع شروح دروسه. هو عايزني اعرب يسمع، سهلة جدا، يسمع اسم ولا فعل؟ ها، طيب هي يسمع دي اولا بداية جملة جديدة، ليه؟ لان في قبلها فاصلة،
يعني بصوا كده في اخر السطر الاول هنلاقي ايه؟ فاصلة. يبقى من اول يسمع هنلاقي دي جملة ايه؟ جملة جديدة. طيب اسم ولا فعل؟ فعل. برافو عليكم. فعل ايه؟ يسمع دلوقتي. ها، فعل مضارع. يبقى هعربها ازاي يسمع؟ هقول فعل مضارع بس كده. انا كده اعربت الكلمات كلها صح. يلا بينا السؤال بعد كده. استخرج من الفقرة جملتين فعليتين محددا الفعل والفاعل. هنطلع من الفقرة دي جملتين فعليتين. يلا بينا نشوف. اول جملة تشرق الشمس، تمام. فين الفعل والفاعل؟ دي جملة فعلية، تمام، لانها بدأت بفعل. طيب فين الفعل والفاعل؟ الفعل هي تشرق. برافو عليكم. مين اللي بتشرق؟ الشمس. يبقى ده الايه؟ الفاعل. يبقى دي اول جملة. تعالوا الجملة التانية اللي احنا هنستخرجها، جملة فعلية. ها، نقول ايه؟ يصحو التلميذ مبكرا. يصحو التلميذ مبكرا. ها، يصحو هي الفعل. مين اللي بيصحو؟ التلميذ. يبقى التلميذ هي الفاعل. تمام. حد يعرف اعراب مبكرا؟ ها، اخدناها مبكرا. ها، ظرف زمان منصوب بالفتحة. تمام. تعالوا نستخرج مفعول به من الفقرة دي. الجملة الأولى ما كانش فيها مفعول به، والجملة التانية ما كانش فيها مفعول به. تعالوا للجملة التالتة. ركب الحافلة إلى المدرسة. ها، دوروا كده على المفعول به. مين بقى الشاطر اللي هيعرف؟ ها، ركب. ركب ده فعل ايه؟ فعل ماضي. مين اللي ركب؟ ها، هو التلميذ. تمام. طيب ركب ايه؟ الحافلة. يبقى هنا الحافلة هي الايه؟ المفعول به. تمام. يبقى عندي الحافلة مفعول به. طيب تعالوا على الجملة اللي بعدها. فيسمع شروح دروسه. يسمع. مين اللي بيسمع؟ هو. يبقى الفاعل هو يسمع. هو يسمع ايه؟ شروح. يبقى كلمة شروح هي الايه؟ المفعول به. يبقى انا عندي اتنين مفعول به في الفقرة دي، كلمة الحافلة وكلمة شروح. طيب مين الشاطر اللي هيقول لي هنعربهم مفعول به ايه؟ ها، المفعول به بيكون ايه؟ مفعول به منصوب بالفتحة. برافو عليكم. اخر سؤال. يلعب الاولاد في النادي. اجعل الفاعل في الجملة السابقة مبتدأ. يلعب الأولاد في النادي. طيب هو عايزني أخلي الفاعل مبتدأ، يبقى الأول لازم أدور على الفاعل. يلعب هو الفاعل. مين اللي بيلعب؟ الأولاد. تمام. يبقى فين الفاعل؟ الأولاد. هو عايزني أخليه مبتدأ، يعني أبدأ به الإيه؟ الكلام. طيب يبقى الأولاد هنجيبها الأول، هنعكس. ها، الأولاد يلعب في النادي ولا يلعبون؟ برافو عليكم. الأولاد يلعبون في النادي. هو بالظبط كأنه بيقول لي حول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، بس بطريقة مختلفة. لما قال لي اجعل الفاعل مبتدأ، هو بالظبط كأنه بيقول لي حول من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية، فاحنا بنعكس وبنخلي الفاعل هو اللي قبل الفعل. بس كده. ده كان درس النهاردة. اسمعوه كويس وادخلوا على سكول ايفريوير، حلوا الواجب بتاعكم وابعتولي اي حاجة مش واضحة او مش مفهومة، قولولي وانا هعيدها لكم تاني في الفيديو اللي جاي. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.